تذكر عاشوراء إلا ويتذكر الناس الاستقامة والشجاعة والصبر والإيثار والتفاني والعطاء وكل الفضائل الإنسانية في أعلى درجاتها وأجلى صورها. انضم النفاق الأموي إلى دجل وعاظ السلاطين، وأضيفت إليه خيانة الملأ من أهل الكوفة فقتل الحسين. الإمام الحسين حجة الله على الناس في ساحات الجهاد كما هو حجة الله عليهم في ساحات العبادة، والإمام الحسين حجة الله في رفض الظلم كما هو حجته في الإخلاص في العمل، وهو حجة الله في الثبات على المبدأ كما هو حجته في التضحية من أجل الإيمان. عاشوراء مدرسة التوحيد، وكربلاء حاضنة الرسالة، والحسين شاهد الله على عباده فيهما. مسؤولياتنا أمام الحسين عليه السلام ثلاث: أن نعرفه ونؤمن به، وأن نتبعه ونقتدي به، وأن نحمل رايته وندافع عنها. الشعائر الحسينية صرخة حق وراية وفاء ونهضة كرامة. ثورة عاشوراء، ثورة الحسين، ثورة الضمير في الأمة، ومن لا يتفاعل مع هذه الثورة فهو معدوم الضمير، مسحوق الوجدان. ما من أمة تتخذ من ثورة الحسين منهجاً لحياتها إلا وتصبح لها مناعة ضد الطغيان، فلا تستطيع أي قوة في الأرض أن تفرض عليها الخنوع والخضوع والذل والهوان. ثورة الحسين للمؤمنين قلعة غفران يلجؤون إليها للهروب من ذنوبهم، ولعامة الناس ثورة الحسين منهج إيمان يبنون عليها حياة كرامتهم وعزتهم، وثورة الحسين لعلماء السوء سياط حق تلهب ظهورهم وجنوبهم، وثورة الحسين للطغاة جهنم وعقاب تحرق بيوتهم وقصورهم وسلطاتهم.